أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا استهداف قافلة أغذية من قطاع غزة خلال قصف لبحرية الاحتلال الإسرائيلية. وأكدت الوكالة الأممية أن القتال العنيف في خان يونس ومحيطها خلال الفترة الماضية أسفر عن خسائر في الأرواح وأضرار في البنية التحتية المدنية، بما في ذلك في أكبر ملجأ للأونروا في المنطقة الجنوبية. وأشارت الوكالة إلى أن استمرار العمليات العسكرية في خان يونس يجبر الفلسطينيين على الفرار جنوباً نحو رفح المكتظة بالشدة، مضيفة أنه حتى الثالث من الشهر الجاري بلغ إجمالي عدد من قتلوا من الموظفين في الأونروا منذ 7 أكتوبر الماضي 152 موظفة. الإشعاع